راديو أورينت يقدم ملف اليوم السابع. أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم ملف اليوم السابع. سأكون معكم أنا محمد الجزار على مدار ساعة كاملة، فمرحبا بكم. في ملفنا الأول، سقوط الزبداني خسارة معركة أم بداية الدولة العلوية؟ هل يكرر الحلبيون ما حدث في إدلب؟ بعد 4 سنوات من الثورة، واشنطن تدرب 60 مقاتلا فقط لا غير. أهلا بكم أينما كنتم. قبل أيام قليلة اختار نظام بشار الأسد وميليشيا حزب الله مدينة الزبداني كتعويض عن الفشل في معركة القلمون لكونها الخاسرة الرخ والمحاصرة منذ 3 سنوات، لكن ثوار المدينة فاجأوا المعتدين ليس بصمود أسطوري فحسب، بل بالمبادئ في فرض المعركة واستعادة المبادرة على الرغم من قصف المدينة بأكثر من 400 برميل متفجر وأكثر من 2000 قذيفة. لعلها هزيمة جديدة وضربة موجعة أخرى يلحقها الثوار بعناصر نظام وميليشيا حزب الله اللبناني خلال المعارك الدائرة في مدينة الزبداني، لا سيما في ظل عجز تلك القوات عن إحراز أي تقدم داخل المدينة. ناشطون أكدوا أن قتل حزب الله بالعشرات منذ بدء هجومه على المدينة مدعوما بقوات النظام وعشرات الغارات الجوية التي لم توفر أي نوع من القذائف إلا وألقته على رؤوس المدنيين بما فيها البراميل المتفجرة. محللون ربطوا استماتة حزب الله في معركة القلمون عموما والزبداني خصوصا برغبته في تأمين مقاره داخل الأراضي اللبنانية بالسيطرة على القلمون بشكل كامل أكثر من ارتباطه بدعم الأسد، خاصة وأن المنطقة تتمتع بحدود كبيرة مع لبنان، بالإضافة إلى أن استعادة السيطرة عليها يلغي أي مخاطر مستقبلية على خط بيروت دمشق وبشكل خاص على معبر المصنع الحدودي بين البلدين. أما بالنسبة للنظام فأهمية الزبداني تتجلى في قربها من العاصمة دمشق حيث تبعد عنها 45 كيلومترا فقط، بالإضافة إلى موقعها الوسط بين دمشق من جهة وحمص ومنطقة الساحل من جهة أخرى. أكثر ما يزيد من حدة المعارك بالنسبة للثوار أن الزبداني محاطة ب108 نقطة عسكرية مدعمة بآليات وعناصر، بينها 50 حاجزا رئيسيا يقصف المدينة بشكل يومي، أهمها حاجز حرش بلودان وهو مركز اعتقال أيضا، بالإضافة إلى حاجز النقطة الثالثة في الجبل الشرقي ونقطة الجملة. لمناقشة هذا الموضوع رحب بضيوف سيادة العميد أسعد الزعبي ومازن الشامي مراسل وكالة قاسيون وطوني بولوس مراسل أورينت في لبنان. أهلا بكم ضيوفي الأعزاء. مازن، أبدأ معك، أطلعنا على الوضع العسكري من حولك في الزبداني. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة لليوم 9 على التوالي وحزب الله ويحاول التقدم لمدينة الزبداني، فاليوم حاول اقتحام المدينة من جهة قلعة الزهراء والحمد لله تم صدهم وقتل أكثر من 8 عناصر من حزب الله. أيضا يعني نريد أن نتكلم عن شيء، يعني محاولة اقتحام مدينة الزبداني دائما يغطيها الطيران المروحي وطيران الميج، اليوم أو منذ قليل كان هناك اقتحام من قبل حزب الله للجهة الجنوبية من جهة الفرن الآلي والمدرسة. طبعا الثوار والمجاهدين صدوا هذه الاقتحامات وأوقعوا العشرات بين قتيل وجريح من حزب الله، إضافة لأكثر من 14 برميل متفجر وأكثر من 15 غارة جوية استهدفت المدينة وجبالها. نعم مازن، بالنسبة إلى الفصائل التي تقاتل النظام وميليشيا حزب الله، حقيقة يعني لاحظنا أن رامي عبد الرحمن يقول أن من يقاتل هناك الكتائب الإسلامية، وطبعا نحن ننفي هذا الأمر، من يقاتل في الزبداني هم أهالي مدينة الزبداني إن كانوا من أحرار الشام أو كانوا من المجاهدين أو حتى من الكتائب الإسلامية والجيش الحر،
من يقاتل في الزبداني من المجاهدين هم فقط من أهالي مدينة الزبداني. نحن ناشدنا عبر منبركم والمنابر الأخرى بضرورة التحرك من قبل مجاهدي وادي بردة والمناطق القريبة إلى مدينة الزبداني من أجل مساندة المجاهدين المتواجدين في مدينة الزبداني. نعم، أنتقل إلى سيادة العميد أسعد الزعبي. سيادة العميد، يقال بأن حسن نصر الله كان يأمل من خلال هذه المعركة يعني بالتباهي بنصر عسكري أو حتى إعلامي قبل حلول يوم القدس والذي يصادف اليوم، لكن لم تتحقق هذه المنية التي كان يرجوها. بسم الله الرحمن الرحيم. هو لا شك أن ربما أحد أهدافه هذا الهدف، ولكن هناك هدف أكثر عمقا حقيقة. يعني أحد هذه الأهداف، وأقول لك صراحة، يعني نعم، أولا هو محاولة ضرب بعض من الرماد في عيون داعمي، خصوصا أن هناك غليان غير طبيعي، ويعني نوع من العصيان ونوع من الخروج عن عصمة وعن طاعة حسن نصر الله في العديد من المناطق الشيعية، خاصة في مقر عمله أو يعني جحره في الضاحية الجنوبية. لذلك هو يعني ربما يعني استخدم كما يقال باللغة العسكرية السياسية المغامرة النواسية. إذا نعم. نجحت معه يكون قد حقق هدفين، لم تنجح وهكذا ربما يمكن يعني يبحث عن يعني ذريعة أخرى. الهدف الثاني والأهم، وهو يعلم تماما أن النظام بات في نهايته، ربما يريد أن يحصل على قليلا من الكعكة، يحاصر الزبداني، يفرض شروطا ما، يعني ربما يعني تكون ورقة ضغط على المجتمع الدولي بحيث أن يكون هناك منطقة آمنة أو مناطق امتداد لحزب الله، فيما لو أنه يعني المجتمع الدولي وافق على قيام الكيان العلوي الهزيل، يكون حسن الصلاق بين هذا الكيان، وبالتالي حصل على أجر مقابل ذلك. الهدف الثالث، وأعتقد أنه ربما أهم يعني من هذه الأهداف بالكامل، هو يعني تأمين طرق انسحاب لعناصره من الداخل، من السيد زينب، من رياف دمشق المختلفة، من درعا أيضا، لأنه يعلم أنه فشل فشلا ذريعا ولن يحقق إطلاق ثانية في يعني في رفع سويته القتالية أو رفع معنويات عناصره، ولذلك تأمن طريق انسحاب لئلا تتعرض ميليشيات والموجود في الداخل لأي ضربات. هذه الأهداف الثلاثة المباشرة والواضحة والظاهرة للعيان، لكن ربما يكون هناك أهداف خفية لا نعلمها الحقيقة. هناك عديد من الأهداف، ولكن يجب أن يعلم الجميع حقيقة أن ما تعرض له حسن نصر الله وميليشيا حزب الله في الزبداني شيء يعني خارج التصور العسكري. المحاور التي حاولوا الهجوم منها، كافة هذه المحاور تعرضوا فيها. وأنا في هذا الصدد سيادة العميد أود أن أسألك عن استعصاء المدينة حتى الآن على المهاجمين، سبب نعم ذلك. أخي الكريم، هناك مجموعة من الظواهر العسكرية غير الطبيعية والتي تعتبر طفرات في العلم العسكري حصلت، وأسوق لك عديدا منها. تفضل. أولا النظام الذي تعود دوما أن يخطط لمعركة، وأحيانا ينجح وأحيانا لا ينجح، ولكنه كان يخطط هذه المعركة من قبيل دراسة الخصم، وبالتالي يعني العمل ضمن نقاط ضعف الخصم، وهو يعلم أن الثوار لا يكون سلاحا بعيد المدى أو ذات كثافة إيرانية كبيرة أو ذات قوة تدميرية كبيرة، ولذلك حاول أن يفتح جبهات واسعة من الزبداني عندما يزج بفرقة على 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 جبهة عرضها 12 كيلومتر، وكذلك يزج بميليشيات على عدة محاور. هذا يعني أنه ينفذ كالهجوم الاستراتيجي، ويعلم أنه بهذه الطريقة يشتت جهود الثوار، لكنه كانت الطفرة العسكرية في هذا العمل وهو هجوم الثوار الاستباقي. كان يعتقد أن الثوار سوف يقعون في خيرة، يعني عاجزين عن اتخاذ أي قرار، وبالتالي عاجزين عن تنفيذ أي عملية دفاعية ضد هذا الهجوم الواسع، ولكن ما فاجأه الثوار فيه أنه قام بعملية استباقية لم يكن يتوقعها. هذه الطفرة الأولى في الحياة أو العلم العسكري. الطفرة الثانية، أقول لك تماما أن النظام حاول أيضا أن يستفيد من ضربات الطيران، وهو يعلم تماما أن الزبداني في منطقة سهلية، ولكن فوجئ بأن الثوار متواجدين في منطقة لا يعلمه ولا يمكن أن يشاهده ولا يمكن أن يؤثر عليه بضربات الطيران. نعم. وهذه أيضا طفرة أخرى، كان الثوار على علم تماما بأنهم رصدوا الموقف العسكري بشكل كبير، وبالتالي وضعوا بدائل حقيقة دفاعية متينة جدا، مما أوقع النظام يعني بشر أعماله. هناك يعني ارتباك كبير في اتخاذ القرار، وهناك خسائر جسيمة بالطرفين بالنظام وعناصر حزب الله. هناك أيضا طفرات أخرى عسكرية ربما الوقت لا يتسع لذكر العديد منها، يعني هناك طفرات فردية وليست فقط طفرات على مستوى التخطيط العسكري. لكن سيادة العميد، يعني نريد أن نتحدث عن الظواهر التي حدثت في الزبداني.
يعني يعلم الجميع اولا ان الزبداني محاصر منذ 3 سنوات. نعم. لم يدخل الى الزبداني اي شيء يتعلق بالدعم سواء كان اسلحه او حتى قوى بشريه، لم يدخل حتى يعني سلات غذائيه، لم يدخل حتى يعني ما يتعلق بالطبابه، وبالتالي ربما يعني الحاله المعنويه من المفترض كما كان يدعي النظام او كان يعتقد بناء على هذا الحصار ان تكون الحاله المعنويه في الزبداني في الحضيض، لكنه نعم. فوجئ تماما بان الحاله المعنويه في الزبداني هي اعلى بكثير مما كان يتوقع او اعلى بكثير من النمط الطبيعي بالنسبه للجيوش التي تحارب لمده 4 سنوات. اولا، ثانيا، هو يعلم ان الزبداني المحاصر بجباله الغربيه من الغرب وكذلك جبل بلودان من الشرق، واعتماده على الميليشيات القذره المتواجده في بلودان من اجل مهاجمه الثوار من الخلف لم تنجح هذه الحيله تماما. الثوار يعني توزيع الجهود بما يجب ان يتناسب مع طريقه الكمائن، وهنا اؤكد على ان الثوار رغم المساحه الواسعه ورغم الهجوم الواسع، وهذا لا يمكن ان يتم باي عمليه دفاعيه الا اذا في كان مغامره او ممن يخططون الحرب وهم يثقون كل ثقه بانهم قادرون على يعني تحصيل او تحقيق النجاح، وهذا حقيقه ما نفذه ثوار الزبداني. ولذلك يعني انا امس من الساعه 4 الى الساعه 7 مساء كان هناك عديد من الخسائر، كما اوقعت بعناصر حزب الله والعصابه الاسديه اوقعت من العديد، لدرجه انهم لم يعودوا يعلموا حتى طريق الهروب، يعني حتى طريق الهروب اصبح من المواصفات اللاسلكية التي يتحدثون بها، هم يسالون بعضهم من اين طريق الهروب وليس من اين طريق النجاح او اين يعني الخصم. سياده العميد تكرم بالبقاء معي. طوني، إعلام حزب الله وإعلام النظام يتحدث بأنه يقاتل التكفيريين الإرهابيين الذين يريدون أن يستغلوا طبعا وأن يهاجموا نقاط الجيش اللبناني على الحدود. لا يوجد في الزبداني لا داعش ولا ماعش ولا باعش، هم الآن يقاتلون أبناء المدينة الذين ثاروا على النظام. هل يمكن أن تنطلي هذه الأكذوبة التي يروج لها إعلام حزب الله على اللبنانيين الآن بعد أكثر من 4 سنوات؟ يعني بشكل عام الإعلام اللبناني واللبنانيون أصبح الرأي العام يعرف أكاذيب حزب الله وهذه الميليشيا والترويجات الكاذبة، فهو بداية أول من دخل في الحرب السورية ذهب تحت حماية الشيعة في الكفير وبعدها حماية المعاقد الدينية وغيرها، وكلها شعارات، وكل أصبح يعلم أن مشاركة حزب الله في الحرب السورية هي بقرار من 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 حكامه في إيران، وهو يأتمر بشكل مباشر بولاية الفقيه وينفذ هذه الأجندة، وهو لا يتطلع لا إلى المصلحة اللبنانية ولا إلى مصلحة الشيعة، يتطلع فقط إلى تطبيق الأجندة الإيرانية والأوامر التي تأتيه مباشرة من إيران. اليوم في الزبداني، وهنا الإشارة إلى أن الزبداني هي البلدة التي تضافت القيادات والمسؤولين في حزب الله في حرب تموز 2006، وهم يعلمون هذه البلدة جيدا وصدافتهم وكرمتهم في هذه الحرب وحمتهم. الآن على ما يبدو أنهم يريدون الرد بالجميل، فهم كالعادة يطعنون بالدهر وهم ينقلبون على كل من ساعدهم ولا يحملون أي جميل لأي أحد. فاللبنانيون أصبحوا يعلمون جيدا البروباغندا العالمية التي يمارسها حزب الله وأعلامه بشكل جيد ولم تعد تنطلي على أحد. إنما هنا علينا أن ننظر إلى الشريحة الشيعية في المجتمع اللبناني. هذه الشريحة شريحة التي يحرضها حزب الله ويعبئها بشكل ديني متتالي، إن كان في منابر المساجد، إن كان في المدارس، إن كان في أي أطر أو أي مجموعة من خلال المجموعات الخيرية التي تسميها جمعيات خيرية التي يستغلها حزب الله لبث الشعارات الدينية والتحريض الطائفي. هنا المشكلة، وهنا تنطلي هذه الادعاءات في مكان لكن ما على 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 بيئته الحاضنة. طوني، هم يتحدثون عن تكرار لسيناريو القصير، يعني بمعنى المعركة ربما يعني ستطول لكن في النهاية ستكون الزبداني في أيديهم. الزبداني الكل أصبح يعلم أن من يدافع عنه أبناء الزبداني. نعم. وفشل حزب الله الذريع رغم أنه بدل استراتيجيته التي اعتمدها في القلمون عبر اعتماده سياسة الأرض المحروقة، عبر قصف البلدة بشكل كبير جدا برجمات الصواريخ من خارج البلدة، وعبر استعانة بالبراميل المفرجة فجرة من عبر مروحيات النظام، وحتى استغلال أحيانا مدفعية الجيش اللبناني في قصف هذه المنطقة وتدميرها بالكامل تمهيلا لدخولها، ورغم ذلك فشل حتى الساعة. والدليل أن لا يستطيع أحد أن يدافع عن أرض سوى ابن هذه الأرض، فهم الذين يعرفون تفاصيل جغرافية هذه الأرض، وبالتالي هم من سوف ينتصر. حزب الله هو قوة احتلال في هذه المنطقة،
وهو يعني يعلم جيدا أنه يعني يتصرف تصرف نفسه الذي تصرفته إسرائيل في جنوب لبنان عندما كان آنذاك يمكن اعتباره مقاومة. أما اليوم يتصرف تصرف الإسرائيليين المحتلين الذين يغتصبون الأرض ويعتدون على أبناء هذه الأرض، فالجميع أصبح يعلم هذا الأمر. نعم. جميعا يعترضون عليه ويعني ويريدون أن ينسحب فورا من الداخل السوري. نعم سيادة العميد، هل سيستطيع الثوار الصمود على المدى البعيد؟ كما أسمع صوتك تماما، أنا أثق تماما أولا وبعد هذه الأيام الأربع أو الخمس من الهجوم، يعني ذلك الهجوم الغادر من قبل العناصر المرتزقة من حزب الله والنظام وصمود هؤلاء الأبطال، ومن المعروف في الأمن العسكري أن إذا تم امتصاص الضربة الأولى هذا يعني أنه لن يستطيع الخصم متابعة الطريق، هم تعرضوا لمزيد من الخسائر، وأعتقد أن الغليان الشعبي في منطقة يعني في الضاحية الجنوبية ومناطق الشيعة في لبنان هو أكبر دليل على أنهم لن يكملوا هذا المشوار ولن يستطيعوا، وبالتالي سوف يتعرضون إلى مزيد من الخسائر. لكن اسمح لي وبكل يعني أرجوك أذرني لأني أقول يعني لعنة الله على كل عربي ومسلم لم يقف مع الشعب السوري. يعني تخيل عندما هناك أن الشعب السوري يقتل من قبل العلويين والشيعيين وكل هؤلاء الناس المرتزقة، يقتل الشعب السوري بس فقط من أجل أنه ينادي بالحرية وأن يرفع الظلم والفجور عن هذا الشعب، يعني لماذا لم يقف العرب؟ لماذا الآن العالم كله احتج على العملية الإرهابية التي نفذت في تونس والمجلس الأمن وحتى العرب نفسه؟ العرب الذين يعني فقدوا شرفهم وفقدوا أخلاقهم، ولم يقف أحد الآن مع السوريين ليقول أنه ما يجري في زبداني هناك عبارة عن عملية فجور ظلم واعتداء يعني على هؤلاء. حتى سيادة العميد اسمح لي، يعني في الوقت الذي كانت فيه ميليشيا حزب الله تقتل السوريين والآن تسرح وتمرح في سوريا، الولايات المتحدة الأمريكية تطالب تركيا أن تشدد مراقبتها على الحدود لمنع عناصر تنظيم الدولة من التسلل إلى سوريا. طيب لماذا لم تمنعوا عناصر ميليشيا حزب الله اللبناني من أيضا من التسلل إلى سوريا علانية جهارا نهارا؟ أشكرك على هذا السؤال لأنه حقيقة يثبت تلك العمالة وتلك القذارة وتلك التعاون الوثيق ما بين الكلب حسن نصر الله وإسرائيل والكلب بشار الأسد وإسرائيل. لأن يعني العالم ما زال يصدق أن هناك ممانعة ومقاومة بالدجال الإيراني وبالدجال اللبناني. يجب أن يعلم العالم هؤلاء المرتزقة الأنذال بشار الأسد وحافظ الأسد وحسن نصر الله، يعني أليس كل هذه الدلائل تشير تماما إلى ذلك التعاون؟ إسرائيل التي تقول أمام العالم أنها لها حقد مع حزب الله، هي تعلم الجبهة الجنوبية في لبنان فارغة تماما، وهي تعلم أن حزب الله الآن في سوريا، وتعلم أن حزب الله في كل يوم يتلقى المزيد من الأسلحة من السوريين، حتى الكيمياء حصل عليه حزب الله، ولم نسمع حتى إلى كلمة من العدو الصهيوني الغادر. هذا يدل دلالة أكيدة على ذلك التعاون الوثيق في خلال فترة السنوات الخمس، ومن يعني مع الأسف يعني غدر بهم وهم يعني مغفلين، كان يعني الشعب السوري والشعب اللبناني الذي كان يصدق هذه الأكذوبة أكذوبة الممانعة والمقاومة التي هي ذلك الأقرب وحسن نصر الله وذلك الأبلة الموجود في القصر الجمهوري بشار الكلب. طيب سيادة العميد سؤال أخير لو تكرمت، في حال نجح النظام في الدخول إلى المنطقة، هل من الممكن أن يتمكن من مواصلة الاحتفاظ بها؟ أعتقد أن النظام له عبرة من دخوله القلمون. الآن النظام يتعرض في كل يوم إلى القتل والدمار من قبل ثوار القلمون، وذلك أيضا الحال إلى حسن نصر الله وعصابته. ولذلك لا أعتقد أن النظام خاصة الفرقة الرابعة التي هي يعني أكلت عليها مهمة حماية القتل الجمهوري وبشار الأسد لن تستمر أو لن تجر على الدخول الزبداني، وإذا دخلت لن تستمر ربما يوم أو يوم فقط لتقول لمن ما زال يعني أبله ويعمل في صفها أنني ما زلت قويا أو قادر على تحقيق شيء على الناحية العسكرية على الجغرافيا العسكرية. ولذلك أنا أولا أقول لن يكون هناك أي حسم من قبل النظام وحزب الله، وإذا كان هناك أي تقدم لكلا الطرفين نتيجة استخدام الكيمياء ونتيجة استخدام ذلك يعني الطيران ضربات الطيران المكثفة أعتقد هم لن يستطيعوا المكوث، لأن أبطال الزبلاني ولا ناسخة كبيرة فيهم. إلى الآن لم تدخل تعزيزات، وإن شاء الله عند دخول التعزيزات سوف ترون النتيجة تماما ماذا يمكن أن تكون بالزبلاني. نعم طوني، وقع هذه العمليات على الداخل اللبناني، يعني حزب الله يعلم موقع هذه يعني العمليات التي يقومها وعمليات لبعض الجماعيين التي تحاول يرتكبها في الزبداني. لذلك تحرك بشكل سياسي في الداخل اللبناني وحرك حليفه ميشيل عون للقيام بالتظاهرات في الداخل اللبناني والهجوم على الحكومة اللبنانية لإرباك الوضع السياسي إلهاء النظر عما يجري في القلمون.
وافي الزبداني. نعم. اولا لاخفاء ما يجري واخفاء خسائره وهزائمهم التاليه وضخ الاعلام الكبير الذي كان يركز على ما يحصل هناك وعلى ضحاياه وارتكاباته الاجراميه في هذه المنطقه، لينتقل الاعلام ويركز على ما حصل في مجلس الوزراء امس وتحركات التيار الوطني الحر في الداخل اللبناني وامكانيه اسقاط الحكومه اللبنانيه. والى اي مدى والى اي مدى سيذهب في ذلك الاداء الكارثي خدمه لايران على حساب مصالح لبنان واستقرار لبنان؟ سوف يذهب الى اقصى حدود ولا بعد حدود، فهو قالها ويقول دائما انه جندي في ولايه الفلسطين. الجندي دائما يأتمر بقرار ضباطه. نعم. ضباطه موجودين في طهران، حسن نصر الله هو مجرد جندي وهو يعترف بذلك بنفسه. وما يحاول تحريضه الطائفه الشيعيه انه يحاول ربط الامر باقتراب ظهور الامام المهدي، وهذا ما يحاول اقناع فيه وهذا ما يقوم به رجال الدين الشيعة في المساجد وغيرها بان يعني محاوله اقناع الطائفه الشيعية ان الذين يقتلون في سوريا هم اكثر واهم شانا من الذين قتلوا بمواجهه اسرائيل، لان هؤلاء هم سيكونون بجوار المهدي وهم من يعجلون بظهوره. نعم. فكل هذه الايديولوجيات التي يحاول ضخها في الشارع الشيعي يحاول اولا الكذب واعمائهم عن الحقيقه، وبالوقت الاخر يحاول الهاء باقي اللبنانيين عبر جرهم الى مشاكل سياسيه داخليه لبنانيه وابعاد الاعلام والراي العام عن ما يقوم فيه في الخارج. شكرا جزيلا لك توني بولوس مراسل اورينت في لبنان، وايضا الشكر موصول لسياده العميد اسعد الزعبي ومازن الشامي مراسل وكاله قاسيون من دمشق. يخوض مقاتلو غرفة أنصار الشريعة وقوات النظام اشتباكات وصفها الخبراء العسكريون بكسر العظم من أجل السيطرة على حي جمعية الزراء ذو الأهمية العسكرية والاستراتيجية الكبيرة. بعد تشكيل غرفة أنصار الشريعة التي انضوى تحت لوائها فصائل والوية الجيش الحر لوضع ميثاق مشترك لإدارة حلب بعد التحرير، أصدرت الفصائل البيان رقم 1 بعد ظهر الخميس من الأسبوع الفائت، وأعلنت فيه عن تشكيل الغرفة نصرة للمسلمين من أهل حلب وأثارا للمستضعفين من النساء والأطفال الذين انتهكت أعراضهم وسفكت دماؤهم بغير وجه حق. هذا وتضم الغرفة جبهة النصرة وجبهة أنصار الدين وحركة مجاهدي الإسلام وأنصار الخلافة وحركة أحرار الشام وكتيبة التوحيد وغيرها من الفصائل والألوية. بعد تشكيل الغرفة بساعتين أعلنت الغرفة عن بدء عملياتها في حي جمعية الزهراء في حلب، وذلك لتحرير مدفعية الزهراء والتي حاول الثوار سابقا اقتحامها مرات عديدة لكن دون تحقيق هدفهم، حيث بدأ الثوار هجوما من عدة محاور لتحرير المدينة ابتداء من حي جمعية الزهراء إلى الخالدية والراشدين والشيحان من الجهة الشمالية الغربية للمدينة، بالتزامن مع معارك في الأشرفية وكرم الطراب والشيخ لطفي، ليتمكن الثوار من قتل أكثر من 30 عنصر من قوات الأسد مع بدء عملية التحرير وتدمير دبابة ومدفع عيار 23 بصواريخ مضادة للدروع، وتقدموا من محور كتيبة المدفعية وسيطروا على كتلتي مباني مهنة وخزانات المياه المطلتين على كتيبة المدفعية بعد اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في محاولة من الثوار إزالة كتيبة المدفعية التي تعد خط الدفاع الأول عن قوات الأسد من الجهة الغربية الشمالية لمدينة حلب. تزامن ذلك مع قصف تمهيدي للثوار بمدافع محلية الصنع على مقرات وحواجز قوات النظام من محور المخابرات الجوية. ينضم إلينا في هذا الملف أبو مجاهد مراسل شبكة شام من حلب والأستاذ هشام خريسات محلل العسكري والاستراتيجي. أبو مجاهد أبدأ معك، ما هي آخر التطورات العسكرية؟ نعم، دارت اشتباكات خلال اليوم خلال مساء هذا مساء الأمس بين الجيش الحر المتمثل بغرفة عمليات حلب فتح حلب وغرفة عمليات أنصار الشريعة. تركزت الاشتباكات في الجبهتين في الأطراف الغربية والأطراف الشمالية الغربية من مدينة حلب بأطراف جمعية الزهراء والأطراف حي حلب الجديدة، حيث تمكن الثوار من خلال عملية تكثيف الضربات على مدفعية الزهراء من اشتعال ونتيجة هذا القصف الذي قام به الثوار من غرفة عمليات فتح حلب اشتعلت النيران في عدد من المباني في جمعية الزهراء. لا. في تلك المنطقة وتسببت بقتل عدد من عناصر قوات النظام في ذات الجبهة. أما في الأطراف الحي البحوث العلمية وحلب الجديدة تمكن الثوار من أيضا من تفجير دبابة لقوات النظام، وكما استهدفت غرفة عمليات فتح حلب
بقذائف مدفع الجهنم، تجمعات قوات النظام على المدخل الغربي لحلب الجديدة في الخطوط الأولى لخطوط الدفاع لقوات النظام. ايضا كان هنالك على الصعيد الميداني كانت تركزت العمليه تركز قصف الطيران الحربي والمروحي بنوعيه على مدينه حلب وريفها، حيث اليوم كان نصيب حي السكري 4 براميل متفجره. ايضا كان هنالك حي السكر حي الجزماتي، نعم، وحي بني زيد ايضا تعرضا للقصف في البراميل المتفجره. ابو مجاهد، في حلب هناك غرفه عمليات واحده ام اكثر؟ نعم، بعد أن أعلن الفصائل المتواجدة في حلب عن تشكيل غرفة عمليات فتح حلب والتي تضم عفوا معظم الفصائل المقاتلة في مدينة حلب، يعني أعلن بعد فترة بعد تم إعلان عن غرفة عمليات فتح حلب بعد قرابة الشهر أو شهر ونصف من هذا الإعلان، تم الإعلان من قبل عدة فصائل من كما أيضا مقاتلة في حلب، نعم، عن إعلان عن تشكيل غرفة أنصار الشريعة والتي تضم أبرز هؤلاء المشاركين جبهة النصرة وجبهة أنصار الدين، بالإضافة إلى عدد من الفصائل المشاركة في ذات العملية. تركزت عملياتهم في الأطراف جمعية الزهراء خلال الأسبوع الفائت بعد أن تم الإعلان عن تشكيل هذه الغرفة. طيب، لكل يعني جيش فتح حلب له غرفة عمليات، وغرفة أنصار الشريعة لهم أيضا غرفة عمليات. نعم، ذكرت لك أن غرفة عمليات فتح حلب تشكلت، نعم، يعني منذ قرابة الشهرين، تم من قبل 10 أيام من إعلان تشكيل غرفة أنصار الشريعة. نعم. غرفة طيب. عمليات فتح حلب هي التي تضم غالبية الفصائل المقاتلة في مدينة حلب. غرفة أنصار الشريعة وصلت فيها ما يقارب، نعم، وصلت الفكرة أبو مجاهد، ابقى معي. أستاذ هشام خريسات، يعني حتى اللحظة لا يوجد غرفة موحدة في حلب، جيش الفتح في حلب له غرفة عمليات، وغرفة أنصار الشريعة لهم أيضا غرفة عمليات. للأسف إن ثلاث غرف عمليات. ثلاث غرف. لأبدأ لك بالأولى. الأولى فتح حلب كما تفضل الضيف الكريم. نعم. 11 فصيل. أنصار الشريعة 34 فصيل. أما عزة حلب وهي غرفة ثالثة لم يتطرق لها، وهي مجموعة من الفصائل 11 أو أكثر من هذا العدد. نعم. إذن تتكلم عن حوالي 47 إلى 50 فصيل. لو سألتني ما هو الاسم الأنسب لهذا الملف، فأقول لك أن هذا الملف هو الأنسب له هو حلب استراتيجية ثورة أم استراتيجية ثوار. بعد تحرير حلب وبات الثوار على بعد كيلومترات من الساحل، أصبح الهمس بالسابق الآن بصوت العلن أن، نعم، معركة الساحل هي خط أحمر، هكذا المجتمع الدولي يقول، ودمشق معركة مؤجلة حتى لا يكون في الأولى مجازر طائفية، أما، نعم، الثانية حتى لا تقع فوضى تؤدي إلى وقوع العاصمة دمشق بيد قوة متطرفة. وهنا يقصدون بين قوسين داعش أو بالهمس جيش الإسلام، لأن جيش الإسلام أيضا ليس مصنفا كما يبدو بأنه من فصائل الجيش الحر، لأن جيش الإسلام هو واحد من 21 فصيل صنفتها الاستخبارات الأمريكية فصائل متطرفة، وعلى الرغم من، نعم، أن قائد جيش الإسلام وآخر تحديث له اليوم أو بالأمس لا يكف عن التهييد والوعيد لداعش وترك النظام. نعم. هنالك تفجرت عدة معارك في الجنوب والزبدانية حتى جاء الإعلان عن تشكيل غرف عمليات حلب. ثلاث غرف يعني ثلاث أجندات، يعني ثلاث أولويات، ثلاث يعني ثلاث قادة، كل قائد يرى مناسبة ما هو المناسب ويرى عكسه ما هو ذلك. لكن على الأرض يقال أن هناك تنسيق بين هذه الغرف على الأرض. لا، هذا التنسيق كما تراه الآن بالأسبوع، كما في هذا الوقت تحديدا بالأسبوع الفات كنت ترى المعنويات المرتفعة، وخرج ضيفكم بهذا الوقت وقلت لك بذلك التاريخ، وها نحن نعود إلى ما قلت بأن هذه المهمة الضخمة التي أخذها الثوار على عاتقهم وهي تحرير حلب بالكامل، نعم، الآن بدأت تخبو حدة الاشتباكات وبدأت تخبو حدة المعارك، وبالتالي أصبحت ترى هنالك بطء كبيرا في تحرير حلب. لكن أستاذ هشام، في كل يوم هناك عمليات نوعية، هناك عمليات مباغتة مفاجئة،
يبدو بأن الثوار الآن يعتمدون على استراتيجية مغايرة تماما، استراتيجية يعني اضرب واهرب هكذا. ربما هذه الاستراتيجية التي تفضلت من بها هي استراتيجية حرب العصابات، ربما يكون لها ربما يكون طريقة أخرى للقتال بها، وهي أنك تقوم بتخطيطها إلى مراحل محددة. أنا أريد فقط حي حلب الجديدة، أنا أريد حي الزهراء، أنا أريد أن أحرر طريق أو مقترب الراموسة. أما هل السؤال الذي يطرح نفسه، هل النظام فعلا سيقوم بالمساهلة أو بالسماح بأن يحتل الثوار معامل السفيرة؟ عندما تقول حلب أنت تقول بأريافها الأربعة، تتكلم عن مساحة 20,000 كيلومتر مربع وأربعة ونصف مليون حلبي. هل النظام فعلا سيسمح بذلك؟ هل الصعوبات اللوجستية التي تعترض تحرير حلب هل ستسمح بذلك؟ السؤال الأخطر، هل يدخل تنظيم الدولة في هذه المعركة مانعا أو ممانعا بالوقت المناسب وينقض على إنجازات الثوار؟ هل الثوار غض الطرف عن عين عرب وهي جزء من محافظة حلب، أم أن تفجر صراع بين الأكراد والثوار أمر لا محالة أو أمر حتمي وارد الآن؟ هذه الأسئلة كلها تطرح نفسها. طيب، الآن لكن أستاذ هشام، نظام الأسد استخدم الغاز في حلب، وعادة النظام ما يستخدم الكلور عندما يكون متراجعا، إذن لا أحد ينكر بأن هناك تقدم للثوار أو أن الثوار يوجعون النظام في حلب. الاعتراض على هذه المعركة تحديدا، ما هو الاعتراض؟ الاعتراض على هذه المعركة أن هنالك لدينا 3 غرف عمليات، والأجدى بها أن تكون غرفة عمليات واحدة. هذه أول الأولى. النقطة الثانية أن الثوار ابتلعوا لقمة أكبر من أن يبتلعوها، وبالتالي سيضطرون إلى لفظها، ألا وهي أنهم أعلنوا عن حجم من المهام لا يستطيعون إنجازه. هذا واضح للعيان، لا يستطيعون إنجازه، وكان من الأجدى أن يتوحدوا الآن في غرفة عمليات واحدة وأن يعلنوا الحرب على كل حي بحيه دون أن يتطرقوا إلى مساحات كبرى، وكأنهم يقولون للنظام انتظرونا في المكان الفلاني لأننا سنأتي إليكم، وبالتالي سيكون مستعد هذا النظام وميليشيات الحزب الشيعي الشعبي. معركة حلب ستختلف اختلافا كليا عن ما خطط له الثوار في إدلب، وستختلف اختلافا كبيرا عن ما خطط له الثوار في المنطقة الجنوبية. يجب أن نعترف التقدم بطيء جدا، والمهمة كبيرة جدا، والفصائل متعددة ومتشعبة في حلب. طيب أبو مجاهد، هل هناك انسحابات بسبب قصف النظام المستمر؟ نعم، تعريجا أنا أريد أن أعقب قليلا على كلام السيد هشام ضيفك الكريم. نعم، كما ذكرت للأسف هنالك عدة غرف عمليات. أنا نسيت أن أذكر لك أن هنالك غرفة عمليات عزة حلب التي بدأت عملياتها في منطقة الليرامون والخالدية، والتي تضم عدد من الفصائل. نحن في هذا الصدد أبو مجاهد، قادة هذه الفصائل وهذه هذه غرف العمليات، إنها إذا لم تكن هذه غرف العمليات غرفة عمليات واحدة تقود المعركة من الأطراف الأربعة لمدينة حلب، سوف يكون هنالك تأخر في عملية تحرير حلب التي كانت هدف كل غرفة عمليات على حدة من هذه الغرف أنها تريد فتح حلب. إذن عملية التنسيق بين هذه الغرف العمليات مطلوب بالدرجة الأولى. الخروج بقيادة موحدة تجمع قادة غرف العمليات بغرفة عمليات واحدة، يكون التنسيق بها على أعلى درجات المستوى بين من أطراف الجنوب والشرق والأطراف الغربية عفوا والشمالية. هنالك عندئذ نستطيع أن نقول أن الجيش الحر والثوار في مدينة حلب هم جادون بالفعل في الدخول بمعركة حلب بقوة، متناسين الفصائلية والحزبية التي شتتت الفصائل وجعلتهم عدة غرف عمليات. إذن التحدي اليوم أمام غرفة عمليات الغرف العمليات في حلب من أجل تحقيق نتائج التي أطلقوها عبر البيانات من خلال الغرف العمليات الثلاث، هم أن يكونوا تحت غرفة عمليات واحدة، يكون التنسيق عالي المستوى، ونالك من ولا يوجد قلة لا في العدل ولا في العتاد. أبو مجاهد، تختلف عن معركة إدلب. حلب غير إدلب، هنالك حي من أحياء حلب الجديدة ربما يوازي مدينة إدلب كمساحة. المعركة قد تطول، ولكن هذا التنسيق ربما يعجل من عملية فتح. طيب، فقط بعجالة، لم يبقى لدي كثير من الوقت أبو مجاهد، هل هناك انسحابات بسبب قصف النظام المستمر؟
لا، النظام حاول، الثوار ثابتون في مناطق سيطرتهم، حاول نعم النظام 5 مرات استعادة البحوث العلمية، ولكن بفضل الله المجاهدون صامدون في تلك المرحلة. النظام نتيجة الضغط عليه استخدم البراميل الكلور في حي البحوث العلمية، ولكن بفضل الله استطاع المجاهدون صد محاولاته الـ5 في استعادة البحوث العلمية، ولا زال هنالك الثوار صامدون في تلك الجبهة. شكرا جزيلا لكم ضيوفي، الأستاذ هشام خريسات محلل عسكري واستراتيجي، وأبو مجاهد مراسل شبكة شام من حلب. على الرغم من الأمال الكبيرة التي كان يعقدها البعض على البرنامج الأمريكي لتدريب المعارضة السورية المعتدلة وتسليحها لكي تستطيع مواجهة تنظيم الدولة، إلا أن النتائج التي حققها حتى اللحظة تبدو هزيلة. مزيد من التفاصيل في التقرير. لا تزال حالة الغموض تشوب البرنامج الأمريكي لتدريب المقاتلين من المعارضة السورية، فبالرغم من إطلاق واشنطن البرنامج في أيار بالأردن وتركيا ووضع تدريب ما يصل إلى 5400 مقاتل سنويا، إلا أن هذا البرنامج لا يزال قيد الانتظار ومحل شك. وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر قال للكونغرس إن الولايات المتحدة لم تتمكن من تدريب سوى 60 مقاتلا فقط من المعارضة السورية لقتال تنظيم الدولة حتى 3 تموز الجاري، مرجعا الأسباب إلى تشديد عمليات التدقيق الأمريكية في أمر المجندين. العدد أقل بكثير مما كنا نأمل به في هذه المرحلة، بالرغم من تقدم 7000 متطوع لبرنامج التدريب، إلا أن التصفية الدقيقة للمرشحين أدت إلى إبطاء وتيرته. إقرار كارتر بقلة عدد المجندين وفر حجة لمنتقدي استراتيجية أوباما التي يرونها محدودة للغاية ولا تأثير لها في الوضع في سوريا، حيث شكك السيناتور الجمهوري جون ماكين رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في قدرة بلاده على تحقيق هدفها لتدريب 4000 هذا العام، وذلك بالنظر لضعف عدد المقاتلين السوريين الذين تم تجنيدهم وتدريبهم حتى الآن. انتقادات حادة للإدارة الأمريكية جاءت عقب إعلان الرئيس أوباما ببذل المزيد من الجهود لتدريب وتجهيز المعارضة السورية، إلا أنه لم يعلن حتى الآن إن كانت خططه ستتجاوز إعادة تجهيز وتمويل القوة لتشمل حمايتها بالمقاتلات الحربية الأمريكية في حال نشوب قتال بينها وبين قوات النظام. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن والمباحثات التي يجريها المنسق الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في أنقرة جون آلان حول محاربة تنظيم الدولة، وذلك عقب تأكيد بعض وسائل الإعلام التركية أن أنقرة تفكر في شن عملية عسكرية في عمق الأراضي السورية لصد التنظيم بعيدا عن حدودها ومنع تقدم القوات الكردية التي تسيطر على جزء كبير من المنطقة الحدودية مع تركيا. إلى ذلك تبقى القوة التي تدربها الولايات المتحدة محل شك، ولا يمكنها تحقيق نجاح إلا باستهداف مباشر لقوات النظام التي لا تعد حاليا من أهداف العمليات الهجومية الأمريكية. لمناقشة هذا الموضوع رحب بضيوفي الأستاذ محي الدين لاداني الكاتب والمفكر السوري وسيادة العميد أحمد رحال خبير العسكري، والأستاذ محمد زهدقول المحلل السياسي التركي. أبدأ معك أستاذ محمد زهدقول، ما هو سبب الخلاف الحاصل حاليا بين واشنطن وأنقرة؟ ابتداء ليس هذا يعني الخلاف هو خلاف وليدة اللحظة، وإنما هو خلاف ربما منذ نشأة المسألة السورية، وما زال لا زال هذا الخلاف مستمر حتى هذه اللحظة. نعم. ربما لكن أستاذ محمد أنا أتحدث في موضوع تدريب وتأهيل المعارضة السورية المعتدلة. في هذا الموضوع تحديدا نعم. يعني هنا هذا البرنامج تحديدا له عدد من الأجنحة، في هناك برنامج التدريب المتعلق بتركيا، وهناك برنامج التدريب المتعلق عمليا بعدد من الدول العربية وعلى رأسها الأردن. برنامج التدريب الموجود في الأردن وغيرها من الدول ولا سيما الأردن تحديدا، نستطيع أن نقول أنه لم يستطع أن يقدم أو أن يستطيع أن يقدم نتيجة، إذ أن المتقدمين على هذا البرنامج لم يتجاوز عددهم 60 شخصا،
مما يؤكد على عدم فاعلية هذا البرنامج من جهة، والمساءلة القانونية التي بدأت أيضا في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية حول هذا البرنامج وعدم جدواه أو جدواه ولعدم فاعليته. يعني نعم. هناك العديد من ما يقال الآن داخل الإدارة الأمريكية عن هذا البرنامج. في هذا السياق تركيا ربما استفادت من هذا الخلاف الأمريكي الموجود وحاولت توظيفه بطريقة جديدة، وتم التوصل إلى هذا النوع الجديد من أنواع الاتفاق. ربما يمكن القول أن تركيا أصبحت في الوقت الراهن أكثر اهتماما من أي وقت قد مضى من الموضوع السوري بسبب التهديدات التي تأتي من داخل الأراضي السورية إلى تركيا، وأصبحت ما هي سوريا مصدر تهديد وخطر بالنسبة لتركيا، ولم يكن الأمر أو لم يعد الأمور كما كانت عليه سابقا. هذا السبب الحشود العسكرية التركية الموجودة على خط الحدود وغيرها من القرارات التي اتخذتها الإدارة التركية خلال الأيام الماضية جعلت الولايات المتحدة الأمريكية تتجاوب عمليا مع المطالب التركية أو تتفهم بعض المطالب التركية. يعني أظن أنه في الأيام القادمة برنامج التدريب التركي الأمريكي سيكون أكثر فاعلية وسيضم أكثر يعني قدر ممكن من الأعداد. نعم. ربما تصل الأعداد إلى الآلاف. نعم. لكن في هذا الصدد أستاذ محمد، هناك ضمان تركية أمريكية سيكون لهؤلاء المتدربين لأنه سيكون له نوع من أنواع الحماية الجوية. يعني قاعدة إنجيلك ستفتح أجواءها لطائرات من غير طيار مقاتلة، وستعمل وفق ما يريده العسكريون الأتراك الذين يراقبون التهديدات التي ربما ستكون لهذه القوات المتدربة. نعم، لكن أستاذ محمد في هذا الصدد هناك إصرار من قبل من يعني أنت تقول بأن عددهم ربما يصل إلى الآلاف في الأيام القادمة، لكن لا أحد يعني يرضى بأن يقاتل التنظيم ولا يقاتل النظام. جميع من ذهبوا إلى هناك يريدون أن يقاتلوا النظام ومن ثم يتفرغوا إلى التنظيم، هكذا هم يعتقدون. وتركيا أيضا يعني تركيا هذه هي رؤيتها أيضا. جميل. يعني تركيا ليست من أولوياتها أيضا مقاتلة داعش. يعني نعم. تركيا عندما تقوم بتدريب المعارضة المسلحة إما أن يكون هذه المعارضة المسلحة أهدافها هو محاربة كل ما يمكن تسميته إرهاب، سواء كان هذا الإرهاب إرهاب النظام السوري وعلى رأسه الإرهاب النظام السوري بطبيعة الحال، لأنه هو الذي عمليا يدك البراميل المتفجرة وهو الذي عمليا أكثر ما يستهدف من الأبرياء في سوريا. لا. أيضا داعش تعتبر تهديد لتركيا وتعتبر تهديد للدول الأخرى، فداعش أيضا من يعني صف الأعداء، لكن لا يمكن اعتبار داعش أخطر من النظام السوري أو أخطر مثلا من تقسيم سوريا كما يريده بعض الكرد على سبيل المثال. سيد محمد، بالنسبة للسياسة التركية نعم. الأولويات عندما نضعها سلم الأولويات لا شك أن الاهتمام بداعش موجود كعدو مستهدف، لكن من المؤكد أنه يأتي في الأولويات الثانية والثالثة. أستاذ محمد، كان هناك اجتماع لجون ألين في أنقرة، هناك مصادر تركية تقول أنه تم الاتفاق على توجيه ضربات لداعش وأهداف أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد ولا يعرف إن كانت ستشمل النظام السوري. هل ستقصف تركيا مواقع للنظام السوري في شمال سوريا؟ يا سيدي، الاجتماع كان مطولا للغاية. نعم. ووضعت فيه أو تحدثت فيه تركيا عن 6 نقاط أساسية. هذه النقاط الأساسية هي تلخص عمليا الرؤية السياسية لتركيا بالنسبة للمسألة السورية بشكل عام، والمخاطر والتهديدات التي تشكلها سوريا بالنسبة لتركيا. نعم. سواء فيما يتعلق بالأكراد، سواء فيما يتعلق بالنظام السوري، سواء ما يتعلق بداعش. نعم. في هذا السياق يمكن القول أن تركيا يعني الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع جون ألين هو أولا حماية المعارضة المسلحة السورية،
التي تقاتل الآن في حلب. هذا كيف سيكون؟ يعني خط الإمداد الذي يصل تركيا بجيش الفتح أو جيش فتح حلب أو جيش أنصار الشريعة وغيرها من كتائب الجيش السوري الحر، يجب أن يكون هناك خط متصل بتركيا إلى تلك إلى الثوار الذين يقاتلون النظام. خط إمداد، خط الإمداد يجب أن لا يقطع. إذا شعرت تركيا بأي خطر يمس هذا الخط، خط الإمداد، سواء من الأكراد أو من داعش أو من النظام، فإن تركيا ستتدخل. الأمر الثاني، ما هو شكل التدخل؟ هل ستقصف هذه المواقع أم ماذا؟ ربما يكون قصف، ربما يكون ضرب مدفعية، ربما يكون عملية عسكرية في المنطقة الحدودية، كل هذه الاحتمالات مفتوحة. الأمر الآخر الذي تم التوافق عليه، لا سمح الله إذا أصبح نوع من أنواع التراجع للمعارضة المسلحة في حلب، فإن ذلك ينزل بكارثة إنسانية، وربما نتحدث عن عدد لاجئين سيصل إلى أكثر من مليونين جدد. في هذا الإطار تركيا ستدخل أيضا الأراضي السورية وستفرض منطقة آمنة بتوافق أمريكي في منطقة جغرافية ربما صغيرة ليست كبيرة، من أجل إيواء هؤلاء اللاجئين الجدد. هذه السيناريو الثاني المستبعد طبعا، والذي لا يريد أن يراه شاهده أحد، لأن هذا الأمر يعني أيضا تراجع حقيقي في المعارضة السورية المسلحة التي تقاتل الآن في حلب. الأمر الثالث أو الحالة الثالثة، إذا ما شعرت تركيا بخطر من البيادي أو غيرها من الفصائل الكردية التي بدأت تهدد بتقسيم سوريا من جهة وفي الأمن القومي التركي من جهة أخرى أو داعش، فإن تركيا أيضا بإمكانها أن تقوم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية بعمل عسكري جوي في هذا السياق. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد زهدقول المحلل السياسي التركي. أرحب بضيفي سيادة العميد أحمد رحال. لماذا واجهت الولايات المتحدة الأمريكية صعوبة في تنفيذ برنامج تدريب وتجهيز المعارضة المعتدلة؟ تحياتي لك ولضيفتي الكرام، تحياتي للسادة المستمعين. بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية لن تجد شريك يقاتل معها عندما تكون أهدافها هي مقاتل الداعش، وإنما تجد ماذا؟ عميل يعني؟ قد تجد عميل، قد تجد منتفع، قد تجد ضال، إنما لن تجد الفصائل الحقيقية التي تقاتل. هذا من جانب. جانب آخر، لا أعتقد يعني أصبح واضح للعيان أنه بعد 4 سنوات من قتال وخبرات قتال وأساليب وطرق قتالية تم مواجهة الإيرانيين والعراقيين وحزب الله وجيش النظام وميليشياته، لا أعتقد أن الجيش الحر أو الفصائل الموجودة على الأرض بحاجة إلى خبرات تدريب. إن كنا نحتاج فنحن نحتاج إلى نوعية جديدة من السلاح يمكن التدريب عليها، أما ماذا يجرب الجيش الحر؟ هذه نقطة. دعنا نسأل السؤال بصيغة أخرى، أين الجيش الحر الآن؟ هل يوجد لدينا جيش حر بالداخل؟ نحن لم يعد هناك جيش حر. يعني سليم إدريس والائتلاف والقيادة والحكومة وخلال السنوات السابقة منذ مؤتمر أنطاليا قاموا بتدمير الجيش الحر. عفوا، الآن لدينا الرايات السوداء، لدينا جبهات إما تتبع لداعش أو تتبع لجبهة النصرة أو تتبع لأحرار الشام أو تتبع لجبهة الشام فقط لا غير. لكن فقط سيادة العميد، هناك حتى ما يعني طيب سيادة العميد، يعني حتى في كما تحدث الأستاذ محمد قول، حتى في الأردن يعني هناك صعوبة أيضا في هذا الموضوع، في هذا الصدد. يعني 60، يعني أنت تدرب 60 من أصل 5400 مقاتل، أنت وضعت خطة لخمس ألاف وأربعمائة مقاتل، لا تجد إلى 60. هذه مشكلة، هذه مصيبة في استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية. هكذا يقول مراقبون محللون، هكذا يقولون. لا لا أخي الكريم، ليست مصيبة وليست كارثة. أولا تدريب 5400 مقاتل في العام، يعني أنت بحاجة إلى 10 سنوات لتدريب ما بين 40 إلى 50 ألف لمواجهة داعش.
يعني أنت أمامك 10 سنوات. هذا المطلوب أمريكيا. يعني أمريكا بجوز إذا دربت 50 أفضل ما درب 60. نعم. لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تبحث عن حل المشكلة، هي تحاول إملاء الفراغ إجراءات معينة غايتها إبر مخدر للشعب السوري للمجتمع الدولي. يعني نوع من التندر أن تقول أنه تم تدريب 60 عنصر وداعش تمتلك 40 إلى 50 ألف. طيب سيادة العميد ابقى معي، انتقل الى الاستاذ محي الدين اللاذقاني الكاتب والمفكر السوري، اهلا بك في ملف اليوم السابع. استاذ محي الدين، استراتيجية الولايات المتحدة الامريكية في التعامل في التعاطي مع الملف السوري يوما بعد يوم تتكشف بانها خاطئة غير سليمة غير صحيح. سؤال، من الذي يضع هذه الخطة هذه الخطط في ادارة البيت الابيض؟ يعني اولا لا تتكشف الان، كانت واضحه من بداياتها من ايام فورد وكلينتون بان هناك عدم مقدره، لا اقول على فهم الوضع السوري، لكن عدم مقدره على اتخاذ قرار فيما يتعلق بالوضع السوري. نعم. الولايات المتحده الامريكيه تضع سياستها الخارجيه عاده مجلس الامن القومي ووزاره الخارجيه، ويظل الرئيس ممسكا بزمام الامور. كما علمنا من كتاب كلينتون ومن تصريحات فورد والذين تعاملوا مع هذا الملف، حتى روبنشتاين الأخير الذي أقاله وعينه السفير في تونس، كلهم كانوا يقولون أن أوباما كان يعطل كل القرارات التي تتخذها سواء السفير فورد أو وزارة الخارجية. معنى ذلك أن أوباما أو كافور كما يسميه السوريون، نعم، منذ البداية وعلى حساب الشعب السوري، ولأنه يريد التقرب من إيران ويدخل التاريخ على حساب الشعب السوري كما عادت روسيا إلى الواجهة، قرر أنه علاقته مع إيران أهم من علاقته مع كل دول المنطقة، وبالتالي دفع السوريون ثمن تآمر رئيس دولة عظمى على ثورة شعب. طيب حتى أستاذ محي الدين، يعني كيف أنت تطلب، هذا السؤال يعني وردني كثيرا، يعني كيف أنت تطلب من السوريين الذين هجروا وقتلوا وانتهكت أراضهم ويعني حل بهم ما حل، كيف تطلب منهم أن يقاتلوا تنظيم الدولة وأن يتركوا النظام؟ النتيجة ما تراها أمامك، لم يجدوا من يوقع معهم على مقاتلة داعش وعدم مقاتلة النظام إلا بضع عشرات من قليلي الأصل. نعم. والذين ربما لا يكونوا سوريين بالمعنى الحقيقي الانتساب. الشعب السوري ذكي ويعرف ما يراد منه، ولو كان هناك نية للتدريب لمقاتلة النظام لوجدته بالألاف، لكن الشعب السوري أدرك الخدعة وبدأ يتفهم تماما دور الولايات المتحدة الأمريكية وما تقوم به من تآمر على هذا الشعب. إذن هذه نقطة تحسب للمعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري، تحسب لوعي الشعب السوري. أنت أمام شعب واعي. نعم. رغم كل المؤامرات خلال أربع سنوات وخمس أشهر لم يتخلى هذا الشعب عن البوصلة الحقيقية، قال تماما أن سقوط النظام هو هدفه وما يزال يعمل لذلك، هو أول أيضا من قتل المتطرفين. هل تنسى أن أول من حارب داعش في حلب وأدلب و مناطق أخرى هو الجيش الحر والسوريين أنفسهم؟ نعم. هذا شعب واعي لا يمكن أن يتلاعب به، ولا يمكن سنيه عن هدفه، ولا يمكن أن يفقد البوصلة. طيب سيادة العميد، ما هي الشروط التي تضعها الولايات المتحدة لقبول الفرد المعتدل؟ يعني أول شيء بالبداية أرجو عدم زج بعض المصطلحات داخل الحديث، يعني المعارضة السياسية والمعارضة العسكرية، يعني أخي الكريم الائتلاف الحكومي، نعم، وزارة الدفاع، رئاسة الأركان، حطوا خارج قوسين بكل شعب السير، هدول ما لهم علاقة، هدول ما لهم علاقة، لا بيقرروا إذا بدهم يتدربوا ولا بيقرروا إذا بدنا نوقف التدريب. القرار للداخل. نعم. لذلك ذكاء من المعارضة السياسية أو ذكاء من القيادة العسكرية، لا سليم إدريس ولا سليم خوجة ولا كل هالحوشة هاي إلا علاقة باللي عم يصير. يا سيادة العميد، لكن كما يقال بأنه الولايات المتحدة لو وجدت يعني بديل بشار الأسد كان من بكرة سقطت النظام، سقطت بشار الأسد. هاي اللعبة
يا صديقي هاي لعبة أمريكية الله يرضى عليك. الشعب السوري 23 مليون، أنتج خمس قادة قياصرة في العهد الروماني، ما له قادر ينتج بديل لبشار الأسد. هاي لعبة البديل، هاي لعبة أمريكية. الغاية منها هي إطالة الوقت، الغاية منها هي تعكير الحل، الغاية منها هي بعثرة الأوضاع، وليس الغاية منها أنه ما عندنا بديل لبشار الأسد. يعني البديل إذا ما كان من رحم أنيسة لا يمكن يكون في عنا بديل بسوريا. جميل. هذا كلام تسخيف للقضية السورية. نعم. إذا ما نحن نقتنع بهالكلام اللي عم تقوله أمريكا. طيب. أنا اللي قصدته من كلامي أنه نحن عندما نتحدث عن التدريب ما ندخل من يسمون أنفسهم معارضة ائتلاف وحكومة وأركان ومجلس 30 ووزير دفاع. هدول حاليا في سبات، حاليا هدول عايشين بفنادقهم بالخارج. نعم. ما لدي علاقة. طيب. ولا انعكاس بالداخل. سيادة العميد، بالنسبة المجتمع الغربي لم يعد يهتم فيهم. طيب، بالنسبة للشروط التي تضعها الولايات المتحدة. ايه، الشروط الولايات المتحدة الامريكية، شرط اساسي ان هؤلاء لا يقاتلوا نظام بشار الاسد. يعني اي تدريب بده يتم بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية. نعم. لن يكون تحت غطاء الثورة السورية. يعني نحن عندنا قناعة ان داعش هي احد منتجات بشار الاسد، هي إرهاب متفرع من الإرهاب الأساسي الذي يسمى نظام بشار الأسد، وبالتالي لن نقاتل الأفرع، نحن نقاتل باتجاه الرئيسي. وافقنا مع الحكومة التركية أن يكون بالتناسق، يعني خلينا نقاتل الطرفين مع بعض، نقاتل النظام ونقاتل الطرفين تاعك. إنما الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تسقط هذا النظام، وبالتالي هون كان الخلاف حول الفصائل التي أرادت التدريب. يعني من بداية التدريب، من اجتماع 22/11/2014، قلنا لقادة الفصائل ضعوا شرط أساسي، من هو الهدف، أو من هو يعني الهدف العام للقتال والتدريب. حاول الناغان اللي هو قائد الأمريكي أن يميع الموقف. طلبنا منهم أن يكون الهدف واضح، وطلبنا منهم أن يكون لدينا شرط من أن التدريب يجب أن يكون موجه لقتال نظام بشار الأسد. نعم. وتنظيم داعش. لكنهم لم يقبلوا. لكنهم لم يقبلوا بالضبط. طيب أستاذ محي الدين، يعني هنا سؤال مشروع أيضا، أنه لماذا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بدعم و يعني غطاء، توفر غطاء جوي للقوات الكردية عندما تحارب تنظيم الدولة، ولا توفر هذا الغطاء عندما يقوم بعض الفصائل بقتال تنظيم الدولة؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا 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 ليش ليست حكاية غطاء جوي، هي أيضا منعت حصول الثوار السوريين على أي مضاد للطيران منذ 3 سنوات. نعم. كان هناك نية عند السعودية وعند قطر وعند تركيا وعند مجموعة من أصدقاء سوريا للقيام بذلك، لكن تم منعهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حابت اتفاقيات السلاح. أنت تعرف أنه لا يجوز أن ينتقل إلى الطرف الثالث إلا بموافقة الطرفين. لم توافق على أي طلب لكل هذه الدول لخمسة صواريخ مضادة للطيران، فكيف تطلب منها غطاء جوي لمعارك أخرى لا تريدها؟ الأمور بوضوح تماما، السياسة الأمريكية تنفذ الأجندة الإسرائيلية، والأجندة الإسرائيلية مرتاحة تماما لبقاء الأسد. أنا سمعتك لأن تسأل ضيفك عن البديل وتتطرقون لهذا الحديث. نعم. ليس المطلوب الذي يبحثون عنه ليس قائد سياسي لسوريا أو تنظيمات يمكن أن تقود المرحلة، هم يبحثون على شبيه للأسد، من يستطيع أن يضمن الحدود الإسرائيلية ويستطيع أن يبقي السوريين والشعب السوري في دائرة الفوضى. هذا كل ما يريدونه. لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد أو تسمح بمضاد الطيران للمقاتلين السوريين. نعم. لكانت المسألة انتهت منذ زمن طويل. شكرا لكم ضيوفي الأستاذ محي الدين الأذقاني الكاتب والمفكر السوري، والشكر موصول أيضا لسيادة العميد أحمد رحال الخبير العسكري، ونشكر أيضا الأستاذ محمد زهقول المحلل السياسي التركي. إذن مستمعينا، إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم ملف اليوم السابع. نلتقي بإذن الجمعة المقبل في نفس التوقيت. طبعا كان معكم من الهندسة الصوتية مشهور الحنيطي، ومن قسم الأسايمنت محمد الملا، كنت معكم أنا محمد الجزار من وراء المايك. في أمان الله.
السادة.